مشاهدينا الكرام، وبكذا نكون وصلنا لفقرة كذا رأي. التعليم الأطفال، تعليم الأطفال هو أمر يورق كل الآباء والأمهات، حيث يرغب كل منهم في أحسن وأرفع مستوى تعليم لأطفالهم، وقد يكون ذلك في سن مبكر جدا، لا سيما هذه الأيام مع حاجة الأمهات للعمل للمساعدة في مدخرات الأسرة. وعندما تكتثر أو تكثر الالتزامات العمل، يدفع ذلك الأمهات والآباء إلى إدخال أطفالهم إلى دور الحضانة للرعاية في سن صغير جدا. في فقرة كذا رأي، هل الحضانة مرحلة أساسية قبل رياض الأطفال؟ ضيفة الفقرة دكتورة عائشة متوكل، أخصائية أو استشارية الطب النفسي. دكتورة صباح الخير. مرحبا حازم، كيف صباحك؟ أنا طيبة الحمد لله رب العالمين، كيف أنت؟ صباح الطفولة الجميلة. مرحبا، تصب على كل الأمهات والأسر والأطفال يعني، وإن شاء الله صباح رائع لكم. الله يذكرك. دكتورة، بما أنك أنت خبير في هذا المجال، هل الحضانة أمر مهم جدا قبل مرحلة أساس أو قبل رياض التعليم أو رياض الأطفال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في البداية يعني لو ممكن هي نعرف المراحل بتاعة الحضانة أو الرياض وما قبل المدرسة، اللي هي إلحاق الطفل يعني بمرحلة ما قبل المدرسة، اللي هي المستوى صفي قبل المدرسة، اللي هو عشان تهيئته يكون يكسب الاستغلالية ويكسب اعتماد على النفس ومهارات التواصل الاجتماعي وكذا. فهي مرحلة مهمة من حياة الطفل، ولابد أن نستدرك يعني كل الأسر والأمهات والآباء يستدركوا أهمية المرحلة، لأنها هي بتنمي مقدرات الطفل. يعني طبعا الطفل بينمو وهو عنده احتياجات في كل مرحلة، كل سن يعني عمرية عندها احتياجاتها الخاصة فيها، من الناحية البدنية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية. فهي الحضانة مرحلة من مراحل يعني إننا نوفي احتياجات الطفل الاجتماعي، يعني هو بيتعلم التعامل مع يعني الأطفال التانيين كفريق، يعني إنه هو كيف يتنازل عن احتياجاته من أجل الآخرين، إنه هو كيف يتعلم التواصل، تنمية مهاراته اللغوية والنفسية، اعتماده يعني حتى البدنية، الناحية البدنية بيكون عندهم تمارين، بيكون عندهم كيف تغسل إيدك، يعني حتى بتعلمه في 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 إطار يعني مرتب، يعني كل ال 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 المنهج، يعني هو ليه منهج يعني في الحضانة ليه منهج والروضة ليه منهج، فهم بتعلمه في منهج تعليمي اللي هو مدروس علمي مدروس، يعني حسب احتياجات الطفل كله بيكون فيه البرنامج اللي بيوفي كل احتياج من احتياجات الطفل المختلفة. عندنا دكتورة في السودان قد يكون الموضوع ده ما مهم يعني بالنسبة لبعض الآباء، إنه يدخل أولادهم مرحلة الحضانة. والله هو أقول لك ما مهم ليه، لو بحثنا يعني في الأسباب، قد يكون السبب الرئيسي لا الناحية المادية، لأنه إحنا عندنا الحضانة، ما عندنا الحضانة مثلاً حكومية مجانا للأسر كما في الدول المتقدمة، وهي يعني تقدم الدول واهتمامها بالمواطن وبرعاياها هو يعكس يعني تطور الدولة، وواحد من أهم المقاييس يعني لتقدم الدول هو اهتمامه بالأطفال، اهتمامه باحتياجاتهم، لأنه الطفل اليوم هو رجل الغد يعني. لكن واحدة من الأسباب الرئيسية قد تكون الناحية المادية للأسر، بعد منها بيكون المفهوم يعني بتاع أهمية المستوى ما قبل المدرسة والحضانة والروضة، قد يكون الناس بتنظر له إلا للأم العاملة، يعني زي ما أنت عكست في المقدمة بتاعة البرنامج، لكن هو ما إلا للأم العاملة، لأنه زي ما أنا يعني قلت بنمي مقدرات وبهيئ الطفل يعني وبنمي مقدراته عشان يمشي المدرسة. لكن في أسباب أخرى، قد يكون فهم الخاطئ لأهمية المرحلة، وقد يكون مثلا إنه بيروا بعض الناس عندهم اليومين دي عندنا هاجس الأمان للأطفال، بيشوفوا الطفل هيستفيد شنو من الحضانة. فإحنا محتاجين يعني ندعم الأسر وننمي يعني معلوماتهم ونوري إنه المرحلة دي مهمة جدا في حياة الطفل، لكن قبلها نناشد الدولة إنها توفر الـ يعني دور الحضانة للمواطن العادي اللي ما بيقدر يعني يرسل طفله لحضانة. طيب، عشان الناس تفهم أكثر، السن المعين أو هون في سن معين لأنه يدخل الناس الحضانة؟ والله أطفالهم للحضانة. هو شوف يعني يمكن يعني بيقول شنو يعني يمكن التعبير أو مصطلح حضانة وروضة قد
يعني الناس تستعمله تخلط بين الاثنين. لكن الحضانة هي ما قبل الروضة. الروضة لو قلنا هي سنتين ما قبل المدرسة. المدرسة إذا عرفنا مثلا ما قبل الناس حاليا بتفتخر وبتتسارع لأنها تدخل أطفال للمدرسة في سن مبكرة. نلقى بعض الأطفال عمره 5 سنين كده. لكن هي السن يعني الصحيح للإدخال المدرسة 6 سنين. لانه الطفل ده زي ما قلت لك هو عنده احتياجات، عنده احتياجات بتوفى خلال اللعب. اللعب ده ما بس لعب ساي، يعني اللعب ده ذاته فيه دور يعني تربوي، صح، بينمي روح الجماعه، بيخلي الطفل يعني يتعلم دوره باستغلاله، بينمي الخيال بتاع الطفل، يتعلم بعض المشاكل، يعني بتعلم حلول بعض المشاكل عن طريق اللعب. بعدين يا دكتوره تلقي انه في بعض الاباء بيدخلوا او يعني بفططوا اولادهم مثلا من مرحله الحضانه او مرحله الرياض الاطفال لانه يدخلهم المدرسه طوالي بحجه انهم يا اخي هم اذكياء يعني. لا ما هي ما اشوف اكلمك الذكاء، احنا مشكلتنا كمجتمعات بقينا نركز على الناحيه الاكاديميه اكثر. يعني الطفل ده هو ما بس انا عندي الا اكاديميا حتى اقيس نجاحه، لكن هو تعامله مع الاطفال، ذهاب هو يعني شعوره بالذاتيه، يعني تنميه انه هو يكون يعني مستغل بنفسه، مبادر، يعني طريقه حتى انت بتشوف الطفل ما قبل ما يمشي للحضانه او الروضه وما بعدها بطريقه كلامه بتتغير، طريقه تعامله مع الناس، بتعلم انه انا اقول له سمحت، اقول شكرا، بتعلم اللي هي شنو المفاهيم الاساسيه او طريقه التعامل الراقي. هنا الام تقول لك والله مما مش الروضه، حتى بتعالج بعض المشاكل عند الاطفال. الطفل الخجول يعني بتحسن من الخجل، بخلي الخجل، بتعلم المبادره. الطفل العنيف بيكون يعني بيلقى، لانه المدرسه في الروضه يعني عندها طريقتها الخاصه عشان بيقولوا شنو يعني تحسن من سلوكيات الطفل من غير ما انها تحسسه انه هو يعني عنده مشكله. فدي كلها يعني اسس معموله بدراسه علميه، يعني هم بيتعاملوا مع الطفل من هنا. فهي لابد احنا يعني كل مرحله في حياه الطفل نوفيها احتياجاته. فانا عارفه انه مثلا حاليا يعني حديثا مجتمعنا يفطط الطفل، واساسا يعني السلم التعليمي اختزل سنه كامله في يعني حياه الاطفال دي. فهم هسه بنجي نلقاهم حتى في شباب الجامعه بتلقى شباب لسه صغار، يعني ما وصلوا مرحله النضج اللي هو يتعامل، عشان كده بيواجهوا كثير من المشاكل. فهي يعني اي مرحله ربنا خدتها عندها احتياجات لابد تتوفى. فاحنا شويه نهدئ من انه الطفل انا دايل نقيس نجاحه بالاكاديميات، ونوفيه احتياجاته كلها، ونرعاه يعني انه يوصل لانه يبقى انسان بالغ مكتمل يعني. فبالهداوه يعني دكتوره في دول خارجيه يعني بتفرضك انه يا اخي انت لابد انك تدخل ابنك الحضانه. نعم في بعض الدول الغربيه يعني حتى ذهبوا لانهم يبقى من القانون، يعني واحد من القوانين بتحاسب وتعاقب الاباء والامهات اذا ما الطفل جاء للروضه، اذا غاب مثلا. صح. ودي اللي تعكس اهميه المرحله دي التعليم. صح. يعني ما في زول عنده يعني ما في حكومه عندها يعني بند معين او تعكس او تاخذ لها كميه من القروش قصاد حاجه هي ما لها اهميه. لكن الدول الحديثه او الدول المتقدمه بتستثمر في الطفل الليله عشان يبقى يقود الدوله بكره ان شاء الله. دكتور عائشه، شنو الحاجه اللي بتفرق بين اي حضانه وحضانه ثانيه؟ هل في اختلافات؟ والله هو شو كل واحد مثلا عنده سلم تعليمي براه، وعنده كل زول بيعلم ب لا يمكن قد هي مفروض كل الحضانات يعني تكون بيقولوا شنو في منهج في منهج زي ما قلنا قبل، في منهج مخصص للحضانه. صح. في مفروض يكون في يعني سوبرفيجن او في يعني تنظيم. يعني في جسم معين او هيئه معينه تكون مشرفة على المناهج والتسيير وكذا، لكن قد تختلف من جوا الموارد جوا يعني داخل الحضانة. في واحدة مثلا حضانة يكون مثلا عندها مثلا ألعاب أكثر، قد تكون طبيعة الأطفال بترعاهم يعني إمكاناتهم، قد يكون لأنه في بعض الحضانات بترعى أطفال يكون مقدراتهم محدودة يعني. لكن ما مفروض يكون في فرق كبير بيناتهم، إنما جوا بس يمكن شكل الحضانة، المنطقة الجغرافية بتاعتها، حاجات قد ما تعكس فرق كبير يعني. في برضو أمر اللغات مهم في الحضانة يا دكتورة، الواحد لأنه في حضانات بتعلم لغات كثيرة يعني مثلا.
هي مشكلتنا برضو دي أصبحت من مشاكلنا هنا في المجتمع، إن إحنا طوال ننظر يعني أيوة أو جودة المدرسة أو الحضانة كده بأنه تعلم إنجليزي أو كده، هي ما مفروض هو الطفل يولد وهو قابل لتعليم أي لغة، صح. يعني عنده إمكانات واسعة، فيعني أساس يعني ما بيكون إلا أنا أكون عايزة ولدي مثلا يتعلم في روضة معينة عشان بتعلم اللغة الإنجليزية، بالعكس يعني في الروضة مفروض يكون في منهج، يعني يكون مثلا يتعلم الناحية التربوية، الناحية الدينية، الناحية اللغة العربية مهمة، لو بقى في يعني إضافة من لغة أجنبية ما في مشكلة، لكن ما يعني دي أصبحت يعني زي موضة في المجتمع عندنا، لكن ما أقدر أقول لك يعني إن هي صحيحة أو ما صحيحة حسب احتياج الأسرة، لكن ما بتفرق، هي زي ما أنا قلت لك احتياجات الحضانة هي تنمية الطفل، تنمية مهاراته، كيف يعني يتعاون مع أقرانه، كيف تنمية يعني الناحية اللغوية، البنية هي البنية الأساسية عشان الطفل يدخل في المدرسة، أيوة يدخل الروضة يكون يدخل لي المدرسة يكون مهيأ، على الأقل هي بتهيئه لأنه مثلا ينفصل عن الأسرة، يخلي البيت، يخلي الأم يجي في الحضانة يكون متعود، عشان أيوة عشان ما فجأة يقوم الطفل أيوة في المدرسة يجي يبقى متوتر، يبقى ما قادر يتواصل مع أصحابه اللي هم وردي هم دخلوا الحضانة، بيقوا يعرفوا يعبروا عن نفسهم، بيقوا يعرفوا يرعوا نفسهم، مستغلين ذاتيا، واحد استخدم الحمام يجي يأكل يغسل يديه، يعني حاجات الأساسية في تنمية المهارات الطفل هي بتعلمها في الحضانة. بعدين في مثل بيقول يا دكتورة التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني ما في شك التعليم مهم جدا، لكن في ناس في الحضانات متخيلين انه بده يعني كتب كثيرة جدا مثلا للأطفال في الحضانة، هل الطفل اللي بيدخله الحضانة ده هل بيحتاج انه كل التعليم ده؟ هي دي مشكلة يعني يمكن أو خلط، يعني ما أنا ما أعرف اللي هي التركيز على الأكاديميات في أي يعني نوع من الحضانات، لكن الحضانة هي أساساً يعني لإعطاء الحرية للطفل وتنمية يعني مواهبه أو مقدراته الذهنية وكده، لكن الركيزة الأساسية فيها اللعب زي ما قلت لك، اللعب ده ما عشان بنشوف الاطفال بيلعبوا معناه نستهون باللعب، اللعب ده بينمي مقدرات الطفل يعني الاساسيه، روح الجماعه زي ما قلت لك، طريقه الهناء، الخيال بتاعه، يعني في اللعب حتى بيلعبوا، بس حتى الاطفال بيعلمونا مثلا الحروف الابجديه عن طريق اللعب، الموسيقى فبتركز اكثر وبتكون يعني جاذبه للطفل اكثر مما قاعد واوديه مواد جافه، يعني اكتب اي بي سي او الف با تا سا وكلنا نواهي، فالطفل هو عايز يعني يكون عنده براح للعب، عنده طاقه احنا نساعده انه يوجهها توجيه ايجابي، بدل ما يكون في يعني لف ساي وجاري ويخرب والام صح. تشتكي، وهنا احنا نوجه الطاقه دي نخد له في الحضانه، لما يجي يلعب مع اصحابه يتعلم منه بيجي البيت خلاص مستكفي، فهي كده يعني بتعكس حتى يعني في اهميه تنميه يعني المواهب عند الاطفال ومقدراتهم يعني الغير بالجانب الاكاديمي عندهم مقدرات ثانيه، يعني حتى زمان في المناهج في المدارس بتلقى مثلا حصه الرياضه موجوده، صح. بتلقى الموسيقى، بتلقى الاقتصاد المنزلي، فهي دي بترعى احتياجات الطفل حتى لغايه الثانوي، يلا عدم وجود المناشط دي الان في المدارس هو ينعكس في انه الاطفال او الشباب اتجهوا لوسائل ثانيه قد تكون لها سلبيات اكثر من ايجابيات، وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب، هنا اللي هي ما فيها الحياة اختفت تماما يا دكتور، ما في حتى ما في يلا واحد من الدراسات عندنا اللي لسه ما تمت نشرها، لكن بننظر في يعني هي بتنظر في انه الانتشار مثلا ظاهره استعمال المنشطات والمخدرات عند الشباب، فمعظم الشباب في الدراسه دي يعني بيقول ان عدم وجود البرامج الترفيهيه في المدارس في المجتمع في كده، فكل الناس بيلاقي لانه ده احتياج اساسي للبني ادم يعني. بعدين يا دكتوره في ماده مهمه يعني ممكن لازم يعني الاطفال ياخذوها، الناس الكبار ياخذوها، اللي هي السلوك، السلوك حاجة مهمة جدا، ما في شيء، فأغلبية الحضانات بتستخدم يعني انه توري الأطفال السلوك عشان كيف تعمل، نعم، ما هي تنمية يعني تهذيب السلوك واللي هي توجيهه توجيه صحيح، يعني لحاجة تكون مثلا تنمي روح الطفل،
تساعده في انه يندمج في المجتمع بكره، يعني يتعامل مع ناس تعامل راقي كده. فهي يعني دور اساسي للحضانه، اللي هي دي بتجي من وين؟ بتجي من توجيه الأستاذة الحضانه. يعني حتى الاستاذه في الحضانه ما بيكون عندها، يعني يكون عندها دراسات اللي هي تقول مثلا التربيه الصحيحه، يكون عندها علم باحتياجات الطفل، يكون عندك حتى في بيكونوا بيقسموهم حسب الفئه العمريه. يعني انه في بعض الدول خصوصا للاسر العامله بيكون في الحضانه من 6 شهور، صح؟ الام بتشيل البيبي بتاعه وبتوديه. فالاحتياج الطفل عمره 6 شهور بتختلف عن احتياج الطفل عمره سنتين، تختلف عن احتياج الطفل. كيف ما يقدر طيب نفصل يعني مثلا الولد اللي عمره مثلا 3 سنين او سنتين من امه عشان نوديه ونأقلمه على الحضانه؟ هو في البدايه بيكون يعني في الايام الاولى بيكون الطفل يعني محتاج على انه امه تخليه، ودي ظاهره صحيه. لانه بعض الامهات بييجوا يشتكوا بيقولوا مثلا طفلي بقى بيصرخ ما بيخليني الا امشي معاه الحضانه او الروضه. فهي دي ظاهره صحيه لانها بتعكس لي انه الطفل عنده يعني رابطه صحيحه مع الام، والا اذا خلاها ومشت وما اشتغل بها دي مشكله. انه يكون هي ما عندها وجود داخله، فهو انه يعني يحتاج اول مره هي تقعد معاه اول يوم مثلا في الفصل، تعني تقعد في الحوش، لان تنسحب تدريجيا. فهي مهمه الحضانه انها تساعد الطفل في انه يندمج في النهايه، بانها تجذب وتكون جاذبه له بالالعاب، بالتشجيع المدرسه، بان المدرسه مثلا تديه الامان كبديل للام وكده. فيعني دي حاجه مهمه للطفل عشان انا اساعده يندمج في الحضانه اندماج يعني صحيح. طب دكتورة، في هاشتاج نحن عرضناه على الشاشة، خلينا نشوفه، استبيان كان في الفيسبوك، فجات في بعض الكومنتات. في أول كومنت قال: السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير عليكم، الحضانة غير مهمة على أهم رياض الأطفال. يعني ده رأيه إنه مثلا رياض الأطفال أهم من الحضانة، يعني ما شايف إنه لا 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 الحضانة مهمة. والله هي بتعكس يعني فهم المشارك للحضانة وكده. قد هو يكون يراها إنها يعني مرحلة مبكرة، قد يرى إنه هو دور الأسرة قد توفي الحاجة دي. لكن الحضانة إذا عرفناها هي مثل ما بتسبق يعني من 3 سنين، إذا قلنا ديك الـ4 سنين لغاية 6 سنين دي الروضة، فمن سنتين الطفل لأنه بتقسم المراحل النمائية بتاعته انه في الانفنسي او في انه بيبي محتاجاته جوا الاسره، بعد ذاك بيبقى تودلر او طفل صغير متحرك. فهي دي بتبدا هو بيعرف انه مثلا احتياجاته هو احتياجات الاخر. فهي دي المرحله عاده الناس بتودي فيها الطفل للحضانه. فتختلف الاراء، لكن الاثبات العلمي بيوري انه الحضانه مرحله مهمه في حياه الطفل. دكتور عائشه، انا بس شكري جدا دكتور عائشه متوكل، لكن في هاشتاج في تويتر بس احنا استعرضه اخر حاجه نشوف مع بعض. هل الحضانه مرحله اساسيه قبل رياض الاطفال؟ جانا 40% لا، نعم او لا 60%. فهل كيف النسبه دي؟ والله دي ما قلت لك قبل، يعني ان هي النسبه دي يمكن في ناس كثيرين بيروا عدم أهمية الحضانة، ودي تعكس ثقافة المجتمع. فيمكن يعني فهم الناس زي ما قلت لك لأهمية المرحلة دي واحتياج الطفل لها، قد تكون تأثر عليه الناحية الاقتصادية زي ما قلت لك، عدم توفر هنا، عدم وجود الأهمية. لكن لو قارنا دائما الواحد يعني بيقارن الدول الأخرى، فزي ما احنا قبل قلنا انه بعض الدول يعاقب تعاقب الاسره على عدم يعني ارسال ابنهم للحضانه. فدي يعني الناحيه العلميه والدراسات توري انه الحضانه مهمه، لكن بعد ذاك يعني امكانيه توافق الناس معاها واستعدادهم لارسال اطفالهم للحضانه قد يكون عندهم مفاهيمهم الخاصه وظروفهم الخاصة، يعني صح. فما بعتب عليه. دكتورة عائشة متوكل، استشارية الطب النفسي بجامعة الخرطوم، أتشكرك جدا، كنت معي في فقرة كذا رأي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نحن لسه متواصلين بس بعد فاصل صغير نجي راجعين ثاني.